موعد مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة. يترقب الجميع موعد مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022 والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لا سيما وأن كلا المنتخبين حقق الفوز في الجولة الماضية وبمستوى مميز. طواحين الهولندية انتصرت بهدفين دون مقابل على منتخب السنغال، بالنتيجة ذاتها حقق منتخب الإكوادور الفوز في المباراة الافتتاحية أمام العنابي، يحصد المنتخبان 3 نقاط ثمينة. موعد مباراة هولندا والإكوادور في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات مونديال قطر هو يوم الجمعة 25 نوفمبر على ملعب خليفة الدولي، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة تمام الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب، الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، والساعة 7 مساء بتوقيت قطر والسعودية. تذاع مباراة هولندا والإكوادور ضمن منافسات كأس العالم 2022 حصريا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بين سبورت وكذلك قنوات الكاس الرياضية، والتي تعتبر كذلك ناقلا حصريا لمباراة المونديال. وستنقل مباراة هولندا والإكوادور على قناة بي سبورتس ماكس 1 بتعليق عامر الخويري، وعلى قناة بي سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق عصام الشوالي. كما سيتم نقل المباراة على قناتي الكاس إكسترا 1 HD والكاس إكسترا 2.